اما بي السعوديه فايضا مقطع فيديو شاركه حارس امن سعودي يدعى ناصر محمد حمود، شاركه على منصة. مرحبا، كون جزء من المليون مشترك بقناتنا على اليوتيوب بضغطه على زر الاشتراك في القناه، ولحظه لا تنسى تفعل الجرس كمان. شاركه على منصات التواصل وكان عم يبكي بحرقه بعد سرقه دراجته اثناء الصلاه، شارك من خلاله الشيء اللي صار مع رواد مواقع التواصل الاجتماعي وطلب من اي شخص بيعثر على هالدراجه انه يتواصل معه لانها هي الوسيله الوحيده لمصدر رزقه. خلينا نتابع هالفيديو يلي اثر قلوب الكثير على منصات التواصل بالسعوديه خلال اليومين الماضيين. خلينا نتابع هالفيديو مع بعض ومن بعدها بنشوف شو صار مع هالحارس الامن السعودي يلي كان عم بيطالب الاشخاص وعم يحكي، يعني عم بفضفض لهم بهالفيديو. اتسرقت على يد الراجل، ما عندي مواصلات، اتسرقت على يد الراجل، ما عندي مواصلات الا هي، بنفصل من العمل، عندي دراجة اشتريتها ب1500 مستخدمة وما أملك مواصلات إلا هي، ما عندي مواصلات. المقطع يلي شفناه حصد موجة تفاعل كبيرة كتير على منصات التواصل وخاصة بالسعودية وعلى تويتر، وتصدر هاشتاغ دراجة حارس الأمن الترند الأول بالسعودية، وحصل بعدها على مبلغ بقيمة 200,000 ريال بعد ما تسابق المتبرعين لحتى يساعدوه أو يعوضوه عن الشيء اللي فقده ولحتى يشتري دراجة جديدة. ناصر محمد حمود ظهر بفيديو آخر وشكر من خلاله كل شخص قدم له المساعدة على منصات التواصل أو حتى من دون منصات التواصل. خلينا نتابع شو قال. شكرا جزيلا لكل من ساعدني، شكرا ألف شكر، وعلى رأسهم سمو الأمير عبد العزيز بن فهد، الله يوفقه دنيا وآخرة ويدخل الجنة من أوسع باب، وشكرا جزيلا لفايز المالكي وعلى تعاونه معي، والحمد لله تواصل معي وجزاهم الله خير، وشكرا لكل من ساعدني بمبلغ بسيط. مرحبا، كون جزء من المليون مشترك بقناتنا على اليوتيوب بضغطة على زر الاشتراك في القناة، ولحظة لا تنسى تفعل الجرس كمان.